السيد اللواء دكتور اسماعيل كمال. الحقيقه احنا النهارده انا وزميلي معالي الوزير شريف الشربيني وزير الاسكان حبينا ان احنا نكون معاكم النهارده مع زمايلنا من القطاعات الدوله والتنفيذيه المختلفه علشان نقدر نقول على ما تم تداوله في الفتره الاخيره الخاص بحالات النزلات المعويه في اسوان. هحكي لحضراتكم بعض المعلومات البسيطه اللي ممكن تكون ليها دلالات. اول ظهور لحالات نزلات معويه كانت في بدايتها بالنسبه لنا لما عرفنا كانت يوم 16 سبتمبر، وكانت عباره عن نزلات معويه قيء ومغص واسهال وارتفاع في درجات الحراره. لكن الحقيقه ما ابتدتش في يوم الاثنين 16، لكن كانت بدات قبلها بيومين ثلاثه، ولكن من خلال اجهزه الرصد اللي موجوده في وزاره الصحه ومديريه الشؤون الصحيه باسوان اللي افادت ان في 8 حالات بيعانوا من نزلات معويه في مستشفى دراو، وعدد 22 حاله من منطقه ابو الريش. الحقيقه الاشتراك في المناطق الجغرافيه هو اللي خلى مديريه الشؤون الصحيه تبلغ اجهزه الرصد في وزاره الصحه اللي احنا متعهدين ان احنا عندنا رصد على مدار اليوم في كل محافظات الجمهوريه. وبالتالي من هذا التاريخ ابتدينا ان احنا نتعامل من خلال لجان لاداره الموقف ممثله من قطاعات الوزاره المختلفه وبالتعاون مع اجهزه المحافظه ومع الاجهزه المعنيه بهذا المجال. اجمالي الحالات التي ترددت من بحالات نزله معويه من يوم 11 او 12 سبتمبر الى اليوم حوالي 480 حاله. التردد بمعنى انه تردد على المستشفى زي اللي احنا موجودين فيها في وحدات الرعايه او في اقصد في الطوارئ، مجرد ان هو بيشتكي من الشكوى تم الكشف عليه اخذ العلاج وروح منزله لان كانت الاعراض بسيطه. ده معنى كلمه تردد. اما الحالات التي تم حجزها اللي هي بقى بنرتقي هنا الطبيب المعالج ان هو محتاج ان هو يبقى تحت عنايه سواء بتركيب محاليل عن طريق الوريد او تعويض بعض الوظائف الحيويه التي نتجت نتيجه ان هو ما جاش في التعالج في الوقت المناسب، كانت 168 حاله. خرجوا منهم 49 حاله تحسنت، وبقي 78 حاله في القسم الداخلي في المستشفى يتماثلون للشفاء. يمكن حضراتكم شفتوا معانا واحنا بنزور المستشفيات كل الحالات مستقره جدا. و36 حاله لا زالوا في العنايه المتوسطه والمركزه من اللي بيعانوا من امراض مزمنه، لان طبعا كثير منهم من اصحاب الامراض المزمنه كبار السن اللي عندهم امراض مزمنه او عندهم مرضى غسيل الكلوي المزمن. المستشفيات اللي استقبلت الحالات من اول يوم الى النهارده هي مستشفى الصداقه التخصصي، مستشفى المسله، المستشفى الجامعي، مستشفى دراو المركزي. اجمالي حالات الوفيات اللي تمت من خلال المنطقتين دول في المستشفيات بغض النظر عن انهم ليه علاقه بالحاله المرضيه اللي احنا بنتكلم عليها او غيرها كانوا 5 حالات. 5 حالات وفيات لم يتاكد ارتباط الحالات بالحدث. حاله خضعت لسحب كامل لكل العينات وكانت سلبيه لجميع انواع الميكروبات، وحالتين من خارج المنطقه، وايضا بعض الحالات كانت تحت علاج الامراض المزمنه زي ما قلنا زي قصور بالشريان التاجي ومرضى الفشل الكلوي المزمن. النهارده واحنا بنتكلم ابتدت معدل تردد الحالات، وانا هنا بتكلم ليه؟ لان هناك ناس بتخلط ما بين كلمه تردد الحالات والحالات اللي بتم حجزها. لما بنتكلم على تردد الحالات ده اجمالي الحالات اللي هي عدت على المستشفى، اما اللي تم حجزها هو اللي دخل حصل اقامته داخل المستشفى سواء في الغرف العاديه او في غرف العنايه المركزه. متوسط التردد اليومي الان واحنا بنتكلم ما بين 18 ل 19 حاله يوميا في كل محافظه اسوان. في كل محافظه اسوان. وده معدلات عاديه جدا اذا اعتبرنا ان معدل الاصابه بالامراض المعويه والاسهال عامه له بيان على مستوى الدوله بيحسب بكل 100,000 مواطن حوالي 213 او 203، ودي المعدلات العاديه لكل 100,000 مواطن. فبالتالي احنا فكره التردد على غرف الطوارئ من النزلات المعويه ده حاجه متعودين عليها، ما هياش حاجه جديده. وبالتالي ثبات عدد الحالات ونزولها الترددات اليوميه
وكمان الجديد ان ما عادش في حالات بتيجي من اللي تحتاج الى عزل او تحتاج الى دخول الى المستشفى سواء في الغرف العاديه او في غرف العنايه المركزه. ده معناه ان حصل زياده في وعي المجتمع الاسواني، فلما ابتدى يحس باي مشكله بسيطه بقى يروح للمستشفى ياخد المحلول العلاج عن طريق الفم او ياخد الادويه البسيطه جدا وبيرجع وبيتحسن حالته وتنتهي المشكله. يمكن اللي حصل في الفتره الاولانيه هو عدم درايه المصابين، فابتدي كانوا بداوا يعالجوا نفسهم في البيت ومنهم اصحاب الامراض المزمنه. ده اللي خلى ان في بعض الاعداد تبقى محتاجه تخش العنايه، وان هم بيتماثلوا للشفاء ايضا بعد ما احنا زرناهم. واحنا لاحظنا الحقيقه الانخفاض في عدد الحالات خلال يومين، واتوقع ان في خلال اسبوع من النهارده، لان في فتره حضانه الميكروب اللي بيبقى موجود في المعده بياخد ما بين 3 لـ5 ايام، وبالتالي في خلال اسبوع هتبتدي الحالات تنحسر بشكل كامل، وبدانا بالفعل نلاحظ ده من امس. طيب، محافظه اسوان فيها اسوان وادفو وكومامبو ونصر النوبه ودراو، فيها 116 قريه، فيها 377 ناجع. اذا هي محافظه ليست صغيره، فالاعداد اللي احنا بنتكلم فيها مقارنه بحجم المحافظه وتوسعها دي اعداد تعتبر بسيطه جدا، ولكن لها كافه الرعايه ولها كافه الاهتمام على كافه مستويات الدوله. الاجراءات اللي تم اتباعها منذ بدانا في تلقي البلاغ الاول يوم 2/16 كان الحقيقه يوم 17/9 من خلال تشكيل لجنه من اداره الطب الوقائي والترصد البيئي بوزاره الصحه برئاسه نائب الوزير اللي انتقل فورا هو وفريق العمل معاه الاداره المركزيه للشؤون العلاجيه والاداره المركزيه للرعايه العاجله والحرجه، وتم التواصل مع معالي وزير الاسكان اللي تم تشكيل فريق عمل ضخم من وزاره الاسكان والشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، وايضا التواصل فورا مع معالي المحافظ اللي من خلال الاجهزه التنفيذيه للمحافظه بكل قطاعاتها بدات تتعاون. خليه العمل دي يمكن حضراتكم درستوا وشفتوا لما ست المحافظ بيجتمع معاهم تقريبا على مدار اليوم عشان تدير كافه الامور الخاصه بالوقوف على اسباب نزلات المعويه ايا كانت حتى لو عددها بسيط. وبالتالي عملت هذه اللجان بشكل متكامل. انا عايز اقول لكم ان ما يتردد على التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المغرضة من إشاعات ومن بيانات لا أساس لها من الصحة، احنا بنتكلم على نسب إشغال النهاردة في المستشفى 37%، ودي من أسرة الأقسام الداخلية، وحوالي 60 لـ65% من أسرة الرعاية المركزة، وده النسب المتعودين عليها في نفس الوقت ده من كل سنة، يعني لا هناك جديد في هذا التوفير. من يطلق أن هو هناك زحمة في المستشفيات ولا يوجد أماكن، كل ده طبعا كلام يعني مغرضين ولا أساس له من الصحة. وحضراتكم موجودين معنا في مستشفى، وأنا قصدت أن احنا نعمل هذا المؤتمر المستشفى عشان تقدروا تطلعوا في أدوار كاملة لا يوجد فيها مرضى بالكامل. ابتدت اللجنة الحقيقة تشتغل بشكل كبير، سواء من خلال تشكيل لجان لتقصي داخل المنازل والأماكن اللي احنا رصدنا فيها الحالات دي، اللي هي كانت تحديدا في مكانين في أبو الريش إبلي والرقبة بدراو، يعني عارفين مكانين تحديدا هم دول القريتين أو الأماكنين اللي فيهم الحالات اللي احنا شفنا فيهم تردد على المستشفيات. ما دون ذلك ما كانش فيه أي ترددات على مستوى المستشفيات بالكامل، لان احنا عندنا تاني ترصد في كل لحظه في كل المستشفيات. اشتغلنا من خلال فريق العمل الحقيقه بكذا محور، احنا كوزاره الصحه اشتغلنا فيما يعنينا، ومعالي وزير الاسكان اشتغل في مع اللجان الخاصه به في كل محطات المياه وهيكلم حضراتكم عنه، واشتغل سياده المحافظ في التنسيق ما بين كل القوى في نفس التوقيت. عملنا 6 قوافل علاجية لمنطقة أبو الريش و6 قوافل علاجية لمنطقة دراو، ومزودة بكل الفرق الطبية والأدوية اللازمة ومستحضرات معالجة الجفاف، بحيث أن احنا نبقى موجودين جنب البيوت التي ظهر فيها هذا اللغز كما أطلق عليه لغز. وأقف عند الحتة دي الحقيقة، لأن لا كل مرض في الدنيا له سبب وله عرض. معنى كلمة العرض يعني يمكن أن يكون الإسهال والقيء وارتفاع درجة الحرارة هو عرض لمرض وليس مرض في حد ذاته، وبالتالي أي مرض في الدنيا يحتاج لفحوصات، يحتاج لأشعاعات، يحتاج لمتخصصين عشان نقدر نقول نوع المرض ده إيه.
وبالتالي حتى الالتهابات الخاصة بالمعوية هي لها أسباب فيروسية زي الروتا فيروس، ولها أسباب بكتيرية زي أنواع كثيرة من الميكروبات البكتيرية نتكلم عليها والطفيليات. ما نقدرش نطلع كوزارة صحة بنتكلم بشكل علمي ودقيق من غير ما يكون عندنا الأدلة والبراهين العلمية التي تثبت اللغز اللي ما يطلق عليه. لا يوجد لغز ولا يوجد في الطب لغز، ولكن يوجد منهج علمي للتعرف على الأسباب والمرض وأسبابه والأسباب التي أدت إليه. وبالتالي ده اللي احنا اشتغلنا عليه في المحاور الخاصة بوزارة الصحة، عن طريق ان احنا ننزل في الأماكن اللي فيها المنازل دي، نعمل زيارات ل 315 منزل، نعمل مناظرة ل 2179 فرد من عشان نعرف ونسمع منهم ايه اللي حصل، ده كان أسبابه ايه، هل هم أكلوا في مطاعم معينة، هل تعرضوا إلى مشروبات معينة، هل في شيء مشترك في البيوت دي وهنا ومن هنا، مع حصر المخالطين للحالات اللي تمت الحالات المرضية. وبنسميها تشكيل لفريق عمل لتقصي والمرور لمحطات المياه. وأنا أقف عند النقطة دي كمان، وطبعاً زميلي معالي وزير الإسكان هيتكلم فيها أفضل مني بكتير، علشان دي نقطة مهمة إن احنا نوضحها. مية النيل اللي جاية عبر روافدها من كل الدول اللي قبلينا، في نظام لحوكمة والكشف والاطمئنان على مياه النيل تشترك فيه أكتر من وزارة. وزارة الري والموارد المائية بتأخذ عينات من السد ومن البحيرة بشكل يومي وأسبوعي حتى تطمئن على المياه عند وصولها إلى الأراضي المصرية، وبمعامل متقدمة جداً، وتستطيع أنها بتطلع تقارير وتقدر تعمل معالجات إذا في أي شيء. ويعني مرينا بحاجات زي كده كثيراً. ثم المياه دي بتروح على محطات المعالجة اللي بتبقى في عهدة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللي بتجري عمليات من المعالجة لهذه المياه، وعمليات أيضاً التحليل الدوري والكشف الدوري والمعملي في بشكل يومي في هذه المحطات حتى تطمئن عليها. ثم يأتي دور وزارة الصحة أنها بتجرى كل الإجراءات الخاصة بالكشف المعملي والتحاليل عند خروج المياه من محطات الشرب أو محطات المعالجة إلى الشبكات الداخلية للمنازل. وطبعاً في نص الكلام ده كله وزارة البيئة بتعمل في أمور كثيرة ما حول هذه المحطات، وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات. فإذن هناك منظومة معقدة جداً للإطمئنان على كل نقطة مية حضرتك بتشوفها في الحنفية اللي بتنزل قدامك. ده في الأمور الطبيعية اللي ما فيش فيها أي تجاوزات أو ما فيش فيها أي مشاكل في الإنشاءات أو في مشاكل في البنية التحتية، زي ما هنتكلم من خلال زميلي معالي وزير الإسكان. جمعنا البيانات وعملنا تقصي للحقائق ورحنا للمخالطين، اجتمعنا مع كل مقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات المعنية ببروتوكولات العمل، كملنا كل الأدوية وكل الكواشف الضرورية لهذا الأمر حتى نستطيع أن احنا نكون جاهزين. الأعداد كانت موجودة دلوقتي أو زادت، كل ده تم من خلال وزارة الصحة. وكان أهدافنا الحقيقة اللي احنا بنشتغل فيها كمجموعة عمل هو تقييم الوضع الوبائي للحدث، واحنا يعني الكلام ده كله بيتعمل على مستوى العالم، وعندنا من الجهات المدربة في قطاع الطب الوقائي لهذا الإجراء. مناظرة الحالات المرضية للوقوف على الشكل المرضي للحالة والأعراض، أيضا معرفة التشخيص الحقيقي للحالات. وزي ما أنا قلت التشخيص مع أنه إسهال وقيء وغثيان وارتفاع في درجة الحرارة، ولكن كثير من الأمراض وكثير من الميكروبات يشتركوا في نفس العرض، ولكن نريد أن نعرف ما هو السبب الرئيسي. مصدر العدوى وهو مهم جدا، هل هو داخل المنازل، هل هو خارج المنازل، هل هو في نطاق العمل أو النطاق الإقليمي للمنطقتين دول، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية والسيطرة والتحكم. وأيضاً ده كان شيء مهم جداً. يعني أنا هقف هنا قبل ما أرجع لحضراتكم تاني، لكن حدي المجال لمعالي وزير الإسكان علشان يكلمكم على الإجراءات اللي هي اتعملت على الأرض من خلال فريق العمل الخاص بيه. إحنا زي ما قلت إحنا اشتغلنا على مخارج
محطات المياه، اشتغلنا على الشبكات بتحليل عينات بعتناها للمعامل المركزية عندنا، ولكن ماذا تم من بعد دخول المياه إلى المحطات هيكلمكم عنه. لكن جدير بالذكر أيضا قبل أن يعني أعطي المجال لزميلي، إن يعني هناك أيضا مقولات بتقول يعني إحنا أنتوا كنتوا ما بتكلموش الناس ليه. الحقيقة أنا برضو مستغرب ومندهش لهذا الموضوع. إذا كان في 2 مؤتمر صحفي، دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي ولقائه مع الصحفيين لا بدون سؤال تكلم على هذا الموضوع 11، وأيضا بعدها بيومين لما كنا في افتتاحات أو في زيارات خاصة بمصانع الأدوية تم أيضا مناقشة هذا الموضوع من خلال وزارة الصحة متمثلة في شخصي. 11 مداخلة بجميع القنوات، 23 بيان صحفي في كل التواصل الاجتماعي وكل الجرائد، عدد كبير من الفيديوهات والإنفوجرافات، وست محافظ لوحده في أقل من 48 ساعة ما سابش مكان، ومع ذلك يقال إن الدولة لم تتحرك ساكنا. تاني، إحنا لما بنتحرك في هذا المجال لازم نتحرك في ضوء معلومات مؤكدة. لما وعدنا إن في خلال 48 ساعة هيكون عندنا النتائج الخاصة بتقييم الموقف من الناحية العلمية ومن الناحية الميدانية كنا نقصد هذا، ولكن على العكس تماما اللي تم من خلال التواصل. ولكن طبعا هناك من المغرضين ومن يعني المستفيدين من هذه الشائعات، والحقيقة احنا تعودنا يعني على مدار التاريخ في من خلال وزارة الصحة ان احنا بنرد من وقت للتاني على شائعات. ويعني افكركم وما عندناش حاجة نخبيها، بالمناسبة ان احنا يعني خلال الفترات السابقة مرينا مع بعض بالكورونا وكنا صادقين فيما نقوله، مرينا مع بعض بحالات في سنة 22 لجدر القرود واعلنا عنها، ايضا اتكلمنا على الفيروسات التنفسية وعملنا مؤتمر صحفي لما كان في بعض الحالات وتخوفات من المدارس. يعني لا يوجد شيء يمكن ان تخفيها الدولة في التعامل مع الحالات المرضية، لان ببساطة شديدة جدا لا يوجد مسؤول عن المرض، لا المريض مسؤول عن المرض ولا الدولة ممثلة في حكومتها مسؤولة عن المرض. وبالتالي وده يعني خير دليل ما تم في العالم من ملايين ومليارات من الإصابات في حالات كورونا، لم يتم الإشادة أو لم يتم الإشارة إلى أن هناك مسؤول عن هذا. فبالتالي لا يوجد داعي لإخفاء أي بيانات، وإحنا من خلال يعني تعاملنا على مدار 10 سنوات الماضية حضراتكم تعلمون أن المكاشفة والمصارحة هي سمة هذه الدولة في هذا العهد الجديد بقيادة السيد الرئيس، الذي يتابع ما نقوم به يوما بيوم في كل اللي أنا بحكيه ده. هناك اتصال يومي للاطمئنان على الأوضاع وتوفير كافة الوسائل التي يمكن أن تساعد أهالينا، اللي أنا النهاردة شفتهم أثناء تجولنا في محافظة أسوان لا يوجد مشاكل خالص، المدارس موجودة وشغالة وما فيش أي شيء، يمكن فقط تأثير التواصل الاجتماعي بالإشاعات المغرضة هي اللي بتعمل تأجيج للمشاعر المواطنين بدون أي داعي وبدون أي أهداف غير أهداف مغرضة في الوقت اللي احنا كلنا عارفينه. طبعا أعطي المجال لزميلي معالي الوزير، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي النائب وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. والحقيقة النهاردة احنا سعداء بوجودنا مع أهالينا في محافظة أسوان، ويمكن يعني في البداية أنا حابب أوضح لحضراتكم يعني جهود الدولة تحديدا في ملف المية. الأول فيما يخص محافظة أسوان، إحنا بنخدم أهالينا في محافظة أسوان بإجمالي عدد 108 محطة مياه، من ضمنهم 5 محطات رئيسية وفي 103 محطة مياه فرعية. مهم جدا نعرف الإحصاء اللي جاي ده، إحنا عندنا في 385 ألف متر مكعب في اليوم بننتجهم بنخدم بيهم كل أهالينا، واللي عددهم حوالي 1,600,000 نسمة داخل المحافظة. الحقيقة يمكن إحنا بشكل تلقائي يعني على مستوى الجمهورية كلها بيتم أخذ عينات يومياً من محطيات المياه، سواء المآخذ أو الروافع أو محطات التنقية، والعينات دي بتتاخد من المأخذ من المياه نفسها اللي داخلة للمحطة، ومن المنتج النهائي كمان اللي هو المخرج بعد التنقية. والحقيقة يمكن خلال الرصد ما قبل رصد هذه الحالات كان استطلعنا كل النتائج الخاصة بالعينات والتقارير اللي موجودة، ولقيناها ان هي مطابقة للمواصفات والمعايير
القياسية، وبعد رصد الحالات برضو كثفنا الحملات بتاعة التقارير والنتائج من خلال الشركة القابضة وللمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع أيضا للوزارة، هو بيعد جهاز رقابي داخل الوزارة لفحص العينات بشكل عشوائي ومستمر. كثفنا هذه العينات ولقينا أن المنتج برضو مطابق للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وأن الحقيقة المشكلة مش في محطات المياه تماما. ويمكن زي ما تفضل يعني زميلي الفاضل دكتور خالد عبد الغفار، حقيقة احنا اشتغلنا من خلال غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الصحة وبمعاونة المحافظة، والحقيقة عملنا كمان مجموعات عمل ميدانية على الأرض عشان نبتدي نتقصى ونعرف ايه هو المبرر او ايه السبب. والحقيقة يمكن بعد ما خلصنا مرحلة الفحص للمحطات كلها بالكامل دخلنا على الشبكات نفسها الفرعية، وبرضو احنا بيبقى عندنا حدود ومعايير لنسب الكلور ونسب الشبة تحديدا، او تحديدا نسبة الكلور في الشبكات، وجدنا برضو ان هي حتى في اطراف نهايات الشبكات هي ايضا مطابقة للمواصفات. والحقيقة عملنا كمان رصد جوه المنازل للشبكات كمان الداخلية اللي معمولة بمعرفة اهالينا، والحقيقة يمكن رصدنا بعض الحاجات اللي ممكن تكون يعني مش مطابقة نوعا ما للمواصفات، ومع ذلك نزلنا الفرق بتاعتنا امنت هذه الوصلات كلها بالكامل، سواء تغذيات المياه او حتى تغذيات او ترنشات الصرف الصحي اللي موجوده في بعض القرى. زي ما حضراتكم عارفين احنا يمكن يعني في ضوء المبادره الرئيسيه العظيمه اللي خاصه بمشروع حياه كريمه، الحقيقه احنا في محافظه اسوان تحديدا يمكن انتهينا من 101 قريه دعمناهم بالصرف الصحي بالكامل، ودول بيغطوا نسبه حوالي 92% من اجمالي القرى في محافظه اسوان، ومتبقي معانا 16 قريه ضمن المرحله الثانيه، وتم طبعا تدفيع يعني العجل العمل فيهم بشكل كبير جدا، هم ضمن المرحله الثانيه في هذا المشروع. ومع ذلك احنا دفعنا بالاطقم بتاعتنا الخاصه بالشركه القابضه وشركه اسوان تحديدا لميه الشرب والصرف الصحي لتامين كل هذه الوصلات اللي ممكن تكون سبب في احداث تلوث بشكل او اخر في المياه. الحقيقه برضو من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا يعني حابين نتكلم فيها مع حضراتكم، ان الحقيقه احنا يمكن مش بنشتغل لوحدينا في ملف المياه كوزاره اسكان، احنا مشترك معانا العديد من الوزارات، وزاره الصحه طبعا في اخذ العينات بشكل عشوائي على مستوى الجمهوريه كلها لضمان صحه والمنتجات والمخرجات اللي طالعه من محطات التنقيه، وزاره البيئه ايضا، ووزاره الري والموارد المائيه في ميه النيل بياخدوا طبعا عينات بحيث ان هم يطمئنوا على جوده المياه اللي موجوده. والحمد لله بفضل الله تعالى كل العينات دي الحقيقه يعني توافقت كل الجهات في ان هي مطابقه للمواصفات وان ما فيهاش مشكله. والنهارده الحقيقه كمان بوجودنا على ارض الواقع يعني تم زياره بعض المحطات المياه، ولقينا ان الوضع فيها مطمئن جدا للغايه الحقيقه الحمد لله، والامور مستقره. وبرضه الحقيقه يمكن في زيارتنا هنا للمستشفى حتى يعني انا الحقيقه مستغرب جدا من اللي بيتردد على يعني وسائل التواصل الاجتماعي ونوع من انواع تشويه الصوره الحقيقيه فعلا للواقع اللي موجود. احنا بندعو اي حد قبل يعني ما يكتب كلمه يعني يتواصل مع الناس حتى هنا اللي موجودين في اسوان، او لو يقدر يعمل زياره بنفسه يجي يبص على المستشفيات ويتفقد، يعني نتحرى الصحه في المعلومه طبعا قبل ما يتم نشرها بشكل او اخر. مره ثانيه بحيي حضراتكم وسعيد بوجودي مع حضراتكم النهارده. شكرا. اشكرك معالي الوزير. الحقيقه يعني معنى ان اللي قاله معالي الوزير ان في بعض الاماكن اللي هي كانت فيها تضرر ما فيش فيها شبكات للصرف الصحي، وده مشروع كبير جدا الدوله متبنياه سواء من خلال الحياه كريمه او من خلال منظومه المشروعات الضخمه للوزاره. ايضا بعض الاهالي بيقدروا يعملوا بيارات صرف قريبه من مصادر ميه الشرب، ودي ايضا يعني خدنا تقرير من فريق العمل مع معالي الوزير، مع يعني عدم نزح من الترنشات او من البيارات من المناطق اللي ممكن يؤهلها الى انها يبقى في اختلاط مع مياه الشرب. وكمان اصلا في بعض الوصلات العشوائيه الحقيقه اللي احنا رصدناها وصورناها وجاري العمل من خلال فريق وزارة الإسكان الحقيقة حاليا لتجديد هذه الشبكات اللي هي ممكن انها تؤدي الى خلط ما بين الصرف الصحي والمياه. احنا تاني ما بنقولش ان هنا في اي مسؤول او حد نقدر نلومه في شيء، ولكن هذا واقع في معظم القرى، وده كان يعني مشروع اللي من 10 سنين لتحويل قرى مصر الى حياة كريمة والعمل على تحديث البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي والمياه الشرب. ارجع تاني قبل ما ادي المجال لزميلي معالي المحافظ،
ان احنا الحقيقه كوزاره الصحه خدنا 85 عينه من طرود محطات الميه، يعني زي ما معالي الوزير كان بيتكلم احنا بقى بنشتغل على اللي خارج من محطات الميه، واظهرت نتائج العينات سلامه جميع العينات للفحص الكيميائي. طبعا اللي انا بحكيه هنا على قد محطتين من 103 محطه من اسوان، ده بيتم على مستوى الجمهوريه بشكل يومي، عشان ايضا الاشعاعات التي تناولت سلامه ومامونيه مياه النيل. لكن في الحقيقه يعني هدي المجال لمعالي المحافظ عشان يقول دور المحافظه اللي حصل في بعد ما احنا اكتشفنا بعض المشاكل الخاصه بهذه القرى وهذه المنازل، ايه اللي تم من خلال المحافظه؟ اتفضل. بشكر طبعا معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار ومعالي الوزير الدكتور المهندس شريف. والحقيقه المحافظه اول رصدت تزايد الحالات الخاصه بالنزلات المعويه. الحقيقه يعني تواصلنا فورا مع معالي دوله رئيس مجلس الوزراء، سيادته اصدر توجيهاته وتم دفع اطقم زي ما معالي الوزير الصحه نوه، وبرضو الاطقم دي اشتغلت على الارض بالكامل. واحنا كان دورنا الحقيقه في محافظه احنا كنا تحت وطئه الشائعات، يعني اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت في محافظه اسوان يعني حاجه يعني غير طبيعيه. الحقيقه احنا كنا شغالين وبنعمل وحاولنا وتواصلنا كتير مع الناس عشان نوضح الحقيقه على الارض. ويعني انا النهارده برضو لازم ارحب ب يعني اهالي اسوان الكرام اللي منورنا جميعا النهارده زي ما حضراتكم جميعا شايفين، من القرى اللي هي سواء ابو الريش او سواء قريه دراو، ودول يعني الحقيقه بنفسهم موجودين عشان يردوا على اي نوع من انواع الشائعات اللي موجوده. وانا بشكرهم على تواجدهم. الحقيقه الناس جت من مسافات بعيده جدا لا لشيء الا حبا في هذا الوطن فقط لا غير، وعشان يثبتوا لحضراتكم ان لا يوجد عندنا اي مشكله في اسوان. واتمنى من الصحفيين الجايين من خارج اسوان ينقلوا الحقيقه يعني باجملها اللي شافوه في اسوان. احنا ان شاء الله باذن الله منتظرين بدايه الموسم السياحي الشتوي، ان شاء الله هيبتدي بدءا من يوم الجمعه الجايه يوم السياحه العالمي، ثم نبدا موسمنا الشتوي. وانا بطمن حضراتكم ان ما عندناش ولا الغاء واحد لاي نوع من الحقيقه الحجوزات في الفنادق بالكامل، بل بالعكس احنا عندنا حجوزات لحد شهر ونص، مما يدل ان العالم كله شايف الحقيقه ما يحدث على ارض اسوان، وان هذه ليست الا يعني فقاعه فقط لا غير، ليس لها اي علاقه بالواقع. وزي ما حضراتكم عارفين انا امبارح طبعا كنت متواجد في قريه ابو الريش وتناولت الشاي والمياه مع الاسر والاهالي، وشربت كميه ميه كبيره جدا. وكان في بعض الناس بتقول احنا عايزين نطمن على معالي المحافظ. انا بطمنكم جميعا انا كويس وبخير واقف قدام حضراتكم دلوقتي. اشكرك سياده المحافظ ودايما بخير ان شاء الله. لكن يعني هو ده قدرنا ان احنا يعني نقعد نرد على الشائعات، ويعني تستهلك من مجهودنا ومن وقتنا. وبكرر تاني ان احنا لا يوجد عندنا شيء على مستوى الدوله نخشى منه او نخجل منه. احنا زي ما انا قلت احنا اعلنا كتير على يعني كثير من الحالات، يعني يمكن الاصعب بكتير، فما عندناش اي مشكله ان احنا لو لقينا. لكن احنا بننتهج منهج علمي الحقيقه، وبالتالي المنهج العلمي بيقول ان الفحص الظاهري للعينات الاسهال يؤكد وجود عدوى بكتيريه قولونيه اللي احنا بنسميها ايكولاي او البكتيريا الشرائكيه. هذه البكتيريا هي موجوده في اي شيء ممكن يبقى فيه تلوث، الميه لو ملوثه بتنقل اليها، الاكل لو بيغسل بمياه ملوثه ممكن تنقل للحاضن، وفي الحاله دي هو الانسان. وده اللي احنا طلعته المعامل المركزيه في القاهره من نتائج لتحاليل العينات اللي اخذت من العينات الاسهال او عينات القيء او العينات اللي جايه من المرضى المصابين. ومع طبعا اختلاف سلالات الايكولاي او البكتيريا
اللي هي الأشركية بيختلف حدة المرضى، بمعنى ان في الطبيعي انها تكون حالات اسهال وقيء وارتفاع في درجة الحرارة وغثيان بسيطة، ولكن في بعض السلالات المتحورة، وطبعا دلوقتي بقى الكلام على المتحورات سهل لان احنا مرينا بمتحورات كورونا، وكما يحدث في الفيروسات يحدث في الميكروبات، وبالتالي اللي أخذ وقت برضو ده رد تاني انتوا سبتونا 6 أيام أو 7 أيام ليه؟ لان احنا بنعمل تسلسل جيني للسلالات وبنعمل مزرعة للعينات حتى يمكن ان نخرج الى حضراتكم بمعلومة علمية موثقة على عن سبب هذه البكتيريا التي يمكن ان تسبب الاعراض اللي احنا شفناها. مرة تانية هذه المجموعة من الميكروبات تنقل عن طريق الماء الملوث بالبراز او الطعام الملوث بالماء الذي يحتوي على ايضا الميكروب، وهي مجموعة من البكتيريا السلبية اللي بتسبب عدوى في الجهاز الهضمي والمسالك البولية، وزي ما قلت في بعض الانواع وبعض السلالات بتسبب مرضى شديدة، وخصوصا اللي عنده امراض مزمنة او اللي عنده استعداد للمرض نتيجة ضعف من المناعة، وتؤدي إلى تقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء، وتنتقل عن طريق تناول مياه ملوثة زي ما احنا قلنا أو أطعمة ملوثة. الأعراض بتاخد لها ممكن من يوم إلى 5 أو 6 أيام، ويمكن في الفترة دي طبعا أن يكون هناك نقل العدوى، علشان كده النصح بالغسل اليدين والصابون والنظافة الشخصية والوعي شيء مهم جدا. أمال ليه حالات بتصل إلى مرحلة أنها تخش الرعايات؟ طبعاً فقدان السوائل والأملاح في الجسم لفترة طويلة بيؤدي إلى جفاف، والجفاف له أضرار ممكن تؤثر على الأعضاء الحيوية في الجسم وبما فيها الكلى. الحمد لله زي ما أنا قلت إحنا بقالنا 48 ساعة ما بيجيلناش حالات من الـ 16 17 18 حالة اللي بيترددوا علينا إلا حالات بسيطة. ليه؟ للناس خلاص عندها وعي إنها إذا في أي زيادة في معدلات الإسهال والقيء بتلجأ إلى أقرب نقطة سواء العيادات المتنقلة أو المستشفيات أو الوحدات الصحية، بتتلقى العلاج البسيط زي ما قلنا اللي هو محلول معالجة الجفاف لتعويض الأملاح والمعادن في هذا الموضوع. يعني أنا مش عايز أقول أكتر من كده في هذا الموضوع. عرفنا نوع الميكروب المسبب في هذه الحالات، بنتعامل مع الحالات بنجاح شديد جدا وبسيطرة كاملة وما عندناش زيادة. اتصور ان في خلال اسبوع من النهاردة الحالات دي هتبقى تقريبا غير موجودة مع انتهاء فترة الحضانة. بنشتغل مشينا وراء الاسباب التي ادت الى هذا الموضوع من خلال مجرى المياه بالكامل والاطعمة، وقدرنا نصل الى شيء نستطيع ان احنا نبني عليه. بدأنا بالفعل في العمل خلال آخر 3 أيام لتحسين موضوع خلط المياه بالصرف في هذه المنازل تحديداً. تأكيد علمي أن ما شاهدناه وما رأيناه سواء موجود تم عزله من المياه الموجودة في المنازل دي أو تم عزله من عينات المرضى، ده بيتم التطابق بنواحي علمية بحثية متميزة جداً. كان لابد من الانتظار 7-8 أيام علشان نقدر نصل الى النتائج اللي نبقى مسؤولين عن اتاحتها وعن ان احنا نطلعها للمجتمع المصري. اطمن حضراتكم الموضوع ما فيهوش اي شيء في الوقت الحالي يدعو الى القلق، في انتظار الانتهاء من هذه الحالات في خلال 7 أيام ان شاء الله من النهارده وتنتهي هذه الحاله. اشكركم على حسن تعاونكم، واشكر اهالي محافظه اسوان الحقيقه اللي انا اتكلمت معاهم شخص شخص، قالوا لي احنا ما عندناش اي حاجه واحنا يعني الموضوع ده بيحصل بشكل يومي، احنا فقط ما تم تناوله كان اكتر بكتير من الحقيقه. وبشكر معالي المحافظ على الاستضافه الكريمه ومعالي الوزير على وجوده معانا النهارده. اشكركم شكرا جزيلا. شكرا. Gracias.